شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الحمد لله رب العالمين أتاح لعباده مواسم الخير ونوعها ليتزودوا منها صالح الأعمال ويستدركوا ما يحصل من الغفلة والإهمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الصحب المآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر وما زلتم في سفر وأن إلى ربكم المستقر وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض ففي أول من العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم حيث قال سبحانه والفجر وليال عشر فإن المراد بها عشر ذي الحجة قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فدل هذا الحديث أن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء وأنه أكبر من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا وهو جهاد من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من شيء فهذا الجهاد بخصوصه يقدر على العمل في هذه العشر وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في هذه العشر أفضل وأحب إلى الله منها وقد شرع الله لعباده صيام هذه الأيام ما على اليوم العاشر وهو يوم النحر ومما يشعر في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله ولا سيما التكبير قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر عند جمهور العلماء وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق فيستحب الإكثار من ذكر الله في هذه العشر المباركة من التهليل والتكبير والتحميد وأن يجهر بذلك في الأسواق فقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا من رحمة الله بعباده وبالجملة فشهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات التي أعظمها إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام وهو من الأشهر الحرم حرم الله القتال فيها لوقوع الحج فيه فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمة العظيمة واغتنموا خيرات هذا الشهر ولا تكونوا من الغافلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون لما ذقت من أصدق زمن وصال التدور وإنما أفوز على مرواج الله إن قوائدين باسا ونكي وعد زمن الخير دي زمن باسا ونكي كده وربنا دالي فوقي قردون دا ولو دون دامزو حاجي دي قردون دا لغا سوا على جان بنيا وعلانا وعدو باسا ونكي شكرا شكرا وقنا الخير دي زمن شكرا شكرا وقنا الخير دي زمن لكان أبو روزي عند بيزي الله ثم هو يو نادوا زمن وقت ده انك مواد لا ضد لا لا ولا لا صون بس دوا قبل ده نور وصون بيزا اجوا كدل سريا سي صون او بيبل لمي بوتنا دون اسي صون يمكن بلا بس ده سريا سي ان محمد صلى الله عليه وسلم يا صوتكم دو Yeah.
Le gars, il y a un mort.
ورمبول كي قلتوا بيا برمان لقاء فتاونا ودبر الناس قربهم بنا بيزي فقط ديه ورمبول نام بيزي ده إستواتي ده بني نبنو كي قرمان إذا إستوا وصولنا كتا ويانا مقبوبية مرمبا بكتا مقبوب فمبونية نانا بديه بيا موطر damati yoma apa de wona de bokkene woni de gaya la di o haji dame de le tombe ko rodum yom na yidum de tombe ni doni bese la ko do dum bon de e de wona ke sunu de wona bele yoma arafa ka haji de ko ni ko ndum de apa de wona wolo ko haji ke nabi de sun de sun na arafa ne de ben haji ونعلم بمعفورة على الجمس عمنا لأمور الحج حجي ديالكم الكرة زيبو مقرن مولا لما تنفقه طال ربع سيلا فوقي وليقا عديوة حجي ديالكم دمنا يوليكم ديالكم وني بيزي لفوقكم وصول الصور ومعنى الدنيا جينا الأخير Thank you.
خلاص عم بينزلوا الصوت ولازم نمر اصل باسم الدين جات تكون رقمه عليكم لان على رؤوس المازل موي وكواسم بي شنو انتم تيضوني وصوت بوضوني بارنو بني قالوا بهم وكنت بهم بني بدي شنو تباوني فبيبي الناس يقولوا وخير ما قلت عنه والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسلوني انت ما انطوح لكن انا انطوح المكان بدي اربوني لكن عبد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انا سيدي لبما لمن
هذه النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة هنا يوم الإحرام يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسكهم فهم في ضيافة الله عز وجل. فيشاركهم أهل الأمصار غير الحجاج في ذلك لأنهم شاركوهم في العمل في صيام عشر ذي الحجة وفي الذكر والاجتهاد في العبادات، وشاركوهم في التقرب إلى الله بذبح الأضاحي. فاشترك الجميع بالعيد والأكل والشرب والراحة، وصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عز وجل. وفي هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرون على فضله، ونهوا عن صيام هذه الأيام من أجل ذلك. Thank you.
الدارين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين لعمل كتابك وتحكيم شرك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا